بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم انا خالتي مش هتشتغل عندكم. هنكمل زحل الحوت ضد المشتري في برج العذراء. حلو الكلام. ما هو المشتري في برج العذراء اللي موجود عند مواليد سنة 1992 واللي موجود قبلها ب 12 سنة تقريبا عند 1979 كده تقريبا، يعني الناس اللي عندهم المشتري في برج العذراء الرخوم. هلا يا رخمة. الرخوم اللي عندهم المشتري في برج العذراء، انا عارف وانت عارف وكل الناس عارفة ان مشتري العذراء هو الوفرة في العقلانية. ومشتري العذراء كمان، اكتب عندك الوفرة في العقلانية والوفرة في الاعتماد على التدبير الذاتي، وان انت تدبر كل حاجة بنفسك، وان انت تقعد تحسب كل حاجة، وانت لازم تتدخل في كل حاجة وتحط مناخيرك في كل حاجة وتحشر مناخيرك في كل حاجة. وان المشتري في العذراء غالبا بيكون لديه اهتمامات كبيرة جدا بالجانب الصحي، وبيبقى عنده عقد فلسفية لم يتم حلها. يعني الناس اللي عندهم المشتري في برج العذراء بيبقى عندهم العقد الفلسفية التي لم يتم حلها، زي مثلا عقدة أطلس ان هو شايل الدنيا وحاططها على دماغه. فيجي زحل في برج الحوت يقول لك ايه بقى؟ يقول لك والله يا مشتري العذراء يا اخويا، انت بتتوسع في الاتجاه الغلط. كل التوسعات التي تتوسعها هيوريك العكس منها تماما، وسيريك الجانب الشاذ في كل قاعدة وفي كل حكمة تتحوكم إليها وتحتكم إليها. وبالتالي أنت كإنسان مش فاهم أي حاجة في الدنيا ولا حاجة، من مواليد 1992 الرخوم وما بعده تقريبا سنة 2004 برضو اللي عندهم المشتري في برج العذراء الرخوم، ومواليد 1979 اللي عندهم المشتري في برج العذراء برضو الرخوم، كل الرخوم دول تتعرض حكمتهم للنضج. يعني ما كان لديك من حكمة، وما كان لديك من معلومات، وما كان لديك من معرفة، والسفريات التي كنت تسافرها، السفريات ونوعية السفريات ده لو انت كنت بتسافر يعني، برضو كل ده لما زحل يخش قدام المشتري اللي موجود في برج العذراء هيبتدي يخلي السفريات كلها من اجل هدف وغاية ودراسة معينة. الدراسات الجامعية اللي انت درستها، زحل في برج الحوت يختبر المشتري في برج العذراء في الدراسات الجامعية. انت راضي عن القسم اللي انت دخلته؟ مش راضي؟ انت شايف ان في دورات تانية لازم تاخدها، في شهادات لازم تاخدها، في كورسات لازم تخلصها؟ انت راضي بالمستوى اللي وصلت له ولا لا؟ مستواك العلمي ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما يصحش كده، انت فاهم؟ فالعلم جانب من ضمن الجوانب. الجانب الديني طبعا مشتري العذراء شوية ملاحدة، لا رب لا دين، لا لا لا, لا يؤمنوا الا بالحسابات اللي بالورقة والقلم، والحسابات اللي هي التفصيلية كده اللي بيسموها بالحذافير، الحسابات بالورقة والقلم وبالحذافير، وماشيين كل حاجاتهم بحكمة كده وبدقة معينة والتدقيق في حاجات كده بنت كلب، يجي في الهيفة ويصدق. فاللي بيجي في الهيفة ويصدر ده اللي عنده المشتري في برج العذراء الرخمة. فأخونا في الإسلام وفي الإيمان ده يعني لن يصمد كثيرا أمام الفوضى التي سيأتي بها زحل في برج الحوت. زحل في برج الحوت يؤسس جزيرة في المحيط الواسع الشاسع بعيدا عن المصنع بتاع المشتري في برج العذراء. مشتري العذراء ده معناه كثرت المصانع، كثرت المشغوليات ومسؤوليات الحياة. زحل في برج العذراء جاي بيقول لك افصل شوي، نام يا أخي، تخمد يا أخي، نوم الظالم عبادة، يعني نام. يعني انت ليه صاحي؟ ليه انت حكمتك كلها حكمة كده؟ يعني انت ليه شغل بالك بحاجات كتيرة زيادة عن اللزوم؟ انت ليه حاطط نقرك من نقر حاجات كتيرة زيادة عن اللزوم؟ لماذا تستفيض في الشرح وتستفيض في البحث وتستفيض في القراءة والمعلومات، ويعني زي بقولوا كده تسهب وتتوسع في معلومات ما منهاش فايدة، في تفاصيل بنت كلب. يعني انا من وجهة نظر ان في احيانا تفاصيل بنت كلب، ماشي، في تفاصيل ما منهاش لازمة ولا حاجة. الإنسان لازم يركز على الصورة الكاملة الكلية والمغزى العميق البعيد، ولازم الإنسان يتسامح مع بعض الوجودات ومع بعض الأفكار. لكن مشتري العذراء أنت بتتكلم عن الوفرة في التفاصيل، الوفرة في المعلومات اللي ما منهاش أي فايدة. لما بتتكلم عن مشتري العذراء دي ناس عندها وفرة في الانتقاء برضو، النقادين يا أخو مزعجين وبيلاحظوا حاجات كتيرة بتحصل، ومع إن ممكن ملاحظاتهم صح وممكن لهم تشخيصات صحيحة. أنا لا أنكر أن مشتري العذراء أحسن من كتير مشترياه. محمد صلاح مشتري العذراء تقريبا، في ناس كتير مشتري العذراء من ضمن المشاهير ومع ذلك عندهم فلوس. محمد صلاح ده قد تتعرض مسيرته الكروية لإيقاف أو تعطيل أو مشكلة مع زحل اللي موجود في برج الحوت ولا حاجة، لا قدر الله. أنا لا أتمنى لحد المشاكل إلا بس ناس معينة، ولكن يعني زحل بيقول لك انضج يعني، أو يلا نحطك أمام اختبار يعني بصراحة.
ما حدش فينا ماشي صح بنسبه 100%، ما حدش فينا يعرف كل حاجه، ما حدش فينا مستعد لكل التغيرات ومستعد لكل الفشخ ومستعد لكل الخوازيق. الواحد ده كوكب الخوابير والخوازيق اللي الانسان بياخدها في حياته. كل ما تتخزوق اكتر يعني كل ما تنضج اكتر، ويعني انت بتحتاج تتلافى وتتلاشى بعض الخوازيق. ففي توسعات انت توسعتها في اتجاهات غلط تحتاج الى انك ايه، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن جهل لا يشفع. فانت بتحتاج انك تراجع بعض التوسعات اللي انت توسعتها بتاع مشتري العذراء، السفريات بتاع مشتري العذراء اللي انت كنت بتسافرها ملهاش لازمه، المشاكل اللي مع الشغاله والخدمه والسواق محتاج تراجعها، مشتري العذراء لو ليه علاقه بالموظفين اللي شغالين تحت منك في الشركه او الموظفين اللي عندك في الاداره او كده برضو انت محتاج برضو تراجعها. كل المشاكل الصحيه التي يعني نمت عليها وراكمتها تحت السجاده، ماشي، التي راكمتها تحت السجادة يظهرها الشيخ زحل في برج الحوت. زحل في برج الحوت بيقول لك يعني ايه، انت عارف وانا عارف، فبلاش نخبى عن بعضينا، بلاش نلعب اللعبة الخايسة دي. مختصر الموضوع ومختصر القصة انه الناس اللي عندهم المشتري في برج العذراء تتوقف توسعاتهم او تتعطل او بيبقى فيها بطء كده، في بطء في التوسعات. وفي ناس تعترض على اسلوبك، على حكمتك في الحياة، الاعتراض على الحكمة والاعتراض على المنهج. فزحل الحوت هو معارضة لهذا المنهج التوسعي، معارضة المنهج التوسعي لمشتري العذراء. شوف بقى مشتري العذراء بيتوسع في ايش ويضاعف ايش ويعمل ملتبلاير لايش. ملتبلاير يعني تضخيم، ملتبلاير بيعمل ضرب، اضرب في 10، اضرب في اس 10، اضرب في اس 50، اضرب في مليون. الملتبلاير ده هيقولك انت ليه بتضاعف، ماشي. فنشوف اهتمامات مشتري العذراء هتتغير مع زحل الحوت. وكتير اشياء يا اخي هم معطينها اهميه هيحتاج يوقفوها شوي. والله كويس، في بنت اعرفها عندها المشتري في العذراء، خلي زحل يلعن ابوها ويلعن امه. يعني استفدنا، يعني الحاجه الوحيده اللي انا استفدتها، بنت الكلب دي ما كانش عندها كواكب في الاسد، الحمد لله اخيرا جاتها الكارما اللي هتفشخها. يعني انا فرحان في مواليد 1992 لاني ما ادانيهم بعيشة الله، لاني اكرههم كره عليهم وعلى جابوه. فيا اخي رخوم، يا اخي رخوم، ودمهم غلس ما اغلس دمهم، ويفتكروا نفسهم بيفهموا المعرصين. بتفهم ايه؟ بيعمل عامل نفسه فيلسوف. فاتفضل يعني، اتفضل يعني، يعني حاجه غثيان غثيان. والله كفو على زحل الحوت انه يشغلكم في نفسكم شوي. يلا احنا قاعدين فرحانين فيكم، والله بنزل فيديو شماته فيكم. طيب.